طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا يا باشمهندسين في المحاضرة مثلا رقم 70 المجانية خلال السنة ونص اللي فاتوا أو أكثر قليلا، أنا يعني توقفت عن العد. بنستكمل مع بعض سلسلة محاضرات مجانية وبعضها مدفوع عشان أكون صريح، عن العقود أو التحكيم أو إدارة المشروعات عموما. محاضرة النهاردة جزء من كورس اسمه CMD03 أو صناعة التشييد في ضوء القانون المدني والإداري، اسم قد يبدو صعب شوية بالنسبة للمهندسين نشرحه. والكورس نفسه هو جزء من بروجرام متكامل لصناعة مهندس العقود، أو يعني إذا صح اللفظ مختص العقود، لأن الكورس موجه للمحامين وللمهندسين وليس للمهندس فقط، بل هو موجه للمحامي اللي يرغب في العمل في مجال التشييد. وده يقودنا إلى إن احنا نتكلم على البروجرام سريعا ثم نتكلم عن الكورس. هو بروجرام متكامل أعد خصيصا لصناعة العاملين في مجال العقود في التشييد. يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا مهندس أو محامي وعايز أشتغل في مجال المقاولات أو التشييد، أنا بالتالي أنا محتاج مجموعة معلومات معينة عشان أقدر أمارس دوري. مجموعة المعلومات دي هي الخط الفاصل ما بين المهندس والمحامي، أو هي البريدج أو الكوبري ما بين المهندس والمحامي. يعني في كذا وظيفة بيمارسها المهندس بيحتاج إنه يلبس معاها قبعات أخرى. يعني مهندس الكوست كنترول بيبقى في خيط رفيع بينه وما بين المحامي، أو علاقة ما بينه، آسف، ما بينه وبين المحاسب. مهندس العقود هو في علاقة ما بينه وما بين المحامي. مدير المشروع أو المهندس اللي بيعمل في إدارة المشروعات هو في علاقة بينه وما بين الحاوي، معلش سامحوني في اللفظ ده شوية، هو شخص يعني بيدير كرات مشتعلة كلها في نفس الوقت. طيب، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا النهاردة البروجرام بتاعنا هو أنا بمهد الطريق لكل اللي عايز يشتغل في مجال العقود إن يبقى عنده هذه الخلفية القانونية والتعاقدية. عن طريق إن أنا باخده في خطوات تكميلية ينبني بعضها فوق بعض. إن أنا ببدأ في الأول بكلمه على عقود التشييد عموماً، لأن إحنا عارفين إن عقود الخاصة بمجال التشييد بتختلف اختلاف جذري عن غيرها، سواء بتكتب عقد إيجار، قانون جديد، عقد ملكية، عقد زواج، عقد عمل. عقود التشييد بتنفرد ببعض الخصائص اللي قد تكون غير موجودة في غيرها. بنبدأ بالمقدمة دي أو بالجزء ده، بنتكلم بقى على الجي في والكونسورتيوم والكوست بلس والريميجر، بنفتت المفاهيم التعاقدية دي وبنشرحها للناس، ثم بندخل في المادة الثانية ألا وهي عقد الفيديك. نبدأ نتكلم على عقد متخصص شوية أو عقد مميز في العقود اللي احنا بنتكلم فيها، أشهر العقود. طبعا لا داعي للكلام عن الفيديك في المقدمة، كلنا فاهمينه. ثم بناخد مهندس العقود أو محامي العقود معانا في الخطوة اللي بعد كده، نبدأ نغلس عليه بقى شوية في القانون ونقول له إن لا، في حاجات تانية غير العقد أشمل وأوسع ليها علاقة بالقانون وبعقد المقاولة والقانون الإداري، وهو شق برضه مختلف شوية وشوية كتير عن القانون العادي أو عقود العمل أو عقود المقاولات العادية. لما بتتعامل مع الدولة بتتعامل بشكل مختلف، في شيء من الإذعان أو في شيء من الالتزام ممكن يكون مختلف قليلاً. ثم بعد كده أنا هشير برضو مواد الدبلومة عشان لو حد حابب إنه يطلع عليها وأنا بتكلم. لحظة واحدة. ثم بعد كده بنبدأ ندخل على النزاعات، نبدأ نتكلم على نشوء المطالبات والمشاكل التعاقدية في المشاريع وكيف تنشأ وكيفية حلها. ثم بعد كده، ودي طبعا فيها كلام كتير بقى في إدارة النزاع وتقديم مطالبة الوقت ومطالبة التكلفة، يعني بنتكلم على كل هذه الايه المواد واحنا ماشيين في المشروع او في الشغل بتاعنا. ثم بعد كده بنبدأ نتكلم، ثواني عشان الصورة مش باينة عند زملائنا على لينكد إن. لحظة واحدة.
شوف، يبدو ان الصوره مش هتظهر بقى عند زملائنا في لينكد ان، ارجو يسامحونا. هل باينه عند حضراتكم في الزوم صوره المواد الدبلومه ولا مش باينه؟ لو باينه حد يكتب لي بس في الشات 2 أو 3 يبقى كتر خيره. طيب تمام كده باينه. واحنا بنتكلم على النزاعات في عقود التشييد بقى، بنتكلم على نزاعات بدءا من الفاريشن او بدءا من المطالبه جوه المشروع، ثم الاختلاف ما بين ممثل المالك والمقاول والاستشاري او الانجينير بلغه العقود، وانتهاء بان احنا نروح المحكمه، نروح التحكيم، وبناخد نبذه عنه. وان كان ذهبنا للمحكمه او التحكيم له كورس او بروجرام خاص، الا هو بروجرام التحكيم، ممكن نتكلم عنه في وقت لاحق باذن الله. ثم بنتكلم على اداره عقود المشاريع الهندسيه، بنستكمل كل ما لم يتم ذكره في الاربع مواد السابقين. بنتكلم على عقود فيدك تانية، عقد الفيدك الفضي والذهبي والعقد الابيض، وبنتكلم على عقود اداره المشروعات وعقد مقاولي الباطن واصول القياس وكيفيه تقديم تقارير الخبره. نتكلم على استكمال بقى الايه الفاينل تاتش اب في صناعه مهندس العقود. ثم ندخل بقى شويه في تفاصيل الكورس النهارده. احنا بنتكلم على الكورس النهارده، او احنا بنتكلم على صناعه التشييد في ضوء القانون المدني والاداري. خليني اسالك سؤال، هل انت النهارده وانت بتمضي عقد مع المالك في عقد مقاوله ما، هل انت ملتزم ببنود العقد وفقط ولا عليك التزامات اخرى؟ هل لك حقوق اخرى مش مذكوره في العقد، ولا فقط ما هو موجود في العقد؟ هتكتشف ان في حاجات تانية موجوده في القانون المدني انت ملتزم بيها، وانت تستحق عليها حقوق ممكن ما تكونش مكتوبه، بل ان انت لو حطيت بند في العقد مخالف لحاجه اسمها النظام العام ممكن يتم ازالته. مثلا ان المالك قال ان هعفي المقاول من مسؤوليته عن ضمان البناء المبنى مثلا، اقول له لا ده مخالف للنظام العام، المقاول شئت ما بيته مسؤول عن المبنى لمده 10 سنين. وهكذا في امثله كتير انا محتاجها كمهندس وانا بمضي عقد او انا بنفذ مشروع. انا مش هطول اكتر من كده، لكن هسيب المايك مع دكتوره مريم تمتعنا بالقانون من فم مهندس وقانوني، وهو ده المختلف اللي احنا بنسمعه النهارده، ان احنا بنسمع القانون من افواه المهندسين الحاصلين على دكتوراه في القانون، وده ميكس لو تعلمونا عظيم يعني. اتفضل يا دكتور. حضرتك افتح المايك. السلام عليكم جميعا، شكرا جزيلا على التقديم العظيم يا باشمهندس محمد. نسعد دايما بان انت تبتدي المحاضره بدلنا وتدينا فرصه ناخد نفس ونخلص كوبايه القهوه. دي المحاضره الثانيه في الكورس بتاعنا. مهندس محمد قال لي الكورس ده مهم بالنسبة لمهندسي العقود، وأنا أحب أزيدكم من الشعر بيت وأقول إنه هو مش مهم بس لمهندسي العقود، مهم للمحامين اللي بيشتغلوا في عقود هندسية، لأن طبيعة العقد الهندسي، طبيعة عقد المقاولة مختلفة قليلا ولها أحكام مغايرة للأحكام اللي في نظرية العقد. مهمة كذلك للمهندسين اللي بيشتغلوا مديري مشروعات أو مديري إدارة اللي بيسموها الكوميرشال أو التعاقدات أو المناقصات والمزايدات، مش بس مهندس العقود، لأن كل دول بتعرض لهم يوميا في شغلهم أسئلة إجابتها على الأقل في شق منها متعلقة بالقانون أو معتمدة على الشق القانوني في العمل الهندسي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اهميه دراسه القانون للمهندسين والمشتغلين في صناعه التشييد، مهندسين ومحامين، واتكلمنا على الفرق بين المصطلح الدارج اللي احنا بنستخدمه في تعاملاتنا اليوميه، وان في فرق بينه وبين المصطلح القانوني كما تستخدمه القوانين وتطبقه المحاكم، وذلك ايضا بيختلف من بلد لبلد، من مصر لانجلترا، من مصر للمغرب، من المغرب للامارات العربيه المتحده، في فروق. فاحنا في الكورس بتاعنا بندرس القانون على القانون المصري، بنعرف احكام القانون المصري. ليه بندرس القانون المصري يا جماعه؟ بندرس القانون المصري لانه هو اوسع القوانين العربيه اثرا على النظم العربيه المجاوره، من حيث ان التشريعات في دول عربية عديدة
صغها أو ساهم في صياغتها فقهاء مصريين كبار زي السنوري باشا رحمة الله عليه، أو إنه لغاية النهاردة بينتدى بالقضاة المصريين للعمل في المكاتب الفنية للمحاكم العربية، قضاة جالسين في المحاكم العربية، مستشارين للحكومات والوزارات ودواوين الحكم العليا في الدول العربية المجاورة. فالعقل القانوني المصري والفهم القانوني النابع من القوانين المصرية له أثر أبعد من مجرد البيئة المصرية بتعريفها الضيق. هندرس إيه في الكورس ده في عجالة؟ هندرس العقد تنظيمه في القانون المدني، أركان العقد، تفسيره وتنفيذه وإنهاءه وأحوال البطلان اللي بتجي فيه. هندرس الخطأ الشخصي، هندرس المسؤولية التقصيرية، بتسمعوا كتير عن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، يعني حضرتك تابع وشركة المقاولات اللي حضرتك بتشتغل فيها متبوع، أنت بتتبعها. هنعرف حاجة عن مسؤولية اسمها المسؤولية عن الأشياء أو المسؤولية الناشئة عن الأشياء، معدات حضرتك الخطرة في الموقع إيه نطاق مسؤوليتك عنها. وحاجة أكيد عدت عليكم مرة أو مرتين لو كنتوا اشتغلتوا في العقود قبل كده اسمها الإثراء بلا سبب. كل ده هندرسه في نطاق القانون المدني. هندرس حاجة اسمها العقد الإداري. العقد الإداري هو العقد اللي حضرتك بتتعاقد فيه مع جهة الإدارة. هنعرف إيه جهة الإدارة، وهنعرف إيه الفرق بين العقد الإداري والعقد الذي ينظمه القانون المدني، وهنعرف نقاط الالتقاء بين العقدين، هنعرف يعني إيه التوازن المالي للعقد الإداري والتعويض بلا خطأ، وده مخالف للقاعدة العامة في القانون المدني إن التعويض أساسه الخطأ، ولكن في العقد الإداري في حاجة اسمها التعويض بلا خطأ، إن جهة الإدارة تدي حضرتك أيها المتعاقد معها تعويضات من غير ما هي تكون غلطانة. ودي مسألة مهمة جداً جداً، لأن سلطات جهة الإدارة في التعاقد أوسع بكتير من سلطات الأفراد في ظل القانون المدني، فلازم نعرف ما الذي يقابل هذه السلطة الواسعة من حقوق تحفظ للعقد توازنه وتحقق لي الربح الذي أبتغيه أنا من إبرام هذا العقد. المصادر الأساسية اللي هنشتغل منها في محاضراتنا القادمة بإذن الله تعالى، أولاً نصوص القوانين، عندنا القانون المدني، وعندنا في مصر قانون اسمه قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018. الاثنين متاحة نصوصهم بالعربية، وأعتقد القانون المدني بالإنجليزية كذلك على الإنترنت. أنصح كل واحد من حضراتكم إن هو ينزلهم على جهازه ويقراهم في وقت فراغه، على الأقل الأجزاء المتعلقة بتنظيم العقد وبعقد المقاولة في القانون المدني اللي هو هيبقى صلب شغلنا في المحاضرات الثلاثة القادمة بإذن الله تعالى. هندرس أحكام محكمة النقض المصرية وأحكام المحكمة الإدارية العليا. محكمة النقض المصرية أحكامها وإن لم تكن ملزمة قانوناً للمحاكم الأدنى منها، ولكن لها قيمة أدبية كبيرة، وهي المحكمة المنوط بها تفسير القوانين، فهي اللي بتقول لنا النص ده حدوده إيه، وتفسر لنا ما غمض من مصطلحاته ومن تطبيقاته، وكل قاضي عارف إن حكمه مآله إلى النقض، فبيراعي وهو بيدرس الدعوة قدامه إنه يعتمد على أحكام النقض أو أنه يطبق المبادئ اللي بترسيها أحكام محكمة النقض. عندنا شروح فقهية أساسية هنعتمد عليها في شغلنا. في القانون المدني هنعتمد على كتاب اسمه الوسيط للسنهوري باشا رحمة الله عليه. الكتاب ده من 10 أجزاء أو 11 أنا مش فاكرة. إحنا هنستعمل منهم الجزء الأول في نظرية العقد، وهنستعمل الجزء السابع في عقد المقاولة. هنستعمل أيضا كتاب تعليق أستاذنا كمال عبد العزيز رحمة الله عليه في التعليق على نصوص القانون المدني، هنستعمله في الجزء الخاص بالعقود. قانون التعاقدات الحكومية للأسف ليس بين أيدينا الآن شرح فقهي له، فهنعتمد فقط على نصوص القانون نفسها وهي متاحة هو واللائحة التنفيذية بتاعته على الإنترنت للي عايز يقراها، وأنا أرجح بشدة إن حضراتكم تقروها. هنعتمد على كتاب أسس العقود الإدارية أو الأسس العامة للعقود الإدارية للأستاذ دكتور سليمان الطماوي، هو كتاب في جزء كبير منه نظري وفي فقه مقارن، هيهمنا منه الأجزاء المتعلقة بمحكمة الإدارية العليا والقانون الإداري في مصر.
هنشتغل 3 محاضرات بإذن الله على نظرية العقد أو التنظيم القانوني للعقد في القانون المدني، وبعدها 3 محاضرات على عقد المقاولة وتنظيمه في القانون المدني كذلك، وبعدين هناخد محاضرتين عن القانون الإداري ومحاضرة عن المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب والمسؤولية الناشئة عن الأشياء ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. طب يا جماعة، أنا قلت لكم إن القانون مهم بالنسبة للمهندسين، إيه الدليل على كده؟ هل في حد مصدق اللي أنا قلته؟ أنا محاضراتي تفاعلية بقدر كبير، فأتمنى اللي عنده تعليق أو عنده سؤال يحطه في الشات لغاية ما نفتح باب الأسئلة الشفهية. دليل أو الاستدلال على أهمية المحاضرات القانونية بالنسبة للمهندسين والمشتغلين في صناعة التشييد بوجه عام، هناخد معنا مثالين النهاردة، هم من قضايا واقعية عدت على زملاء لينا وإحنا استأذناهم في إن إحنا نستعملها في إن إحنا نوصل لحضراتكم أهمية القانون ونتاتش على مسائل جوهرية في هتعدي معنا بعد كده وإحنا بنشتغل. مهندس محمد، أنا ممكن أعمل شير؟ تفضل يا دكتور، الشير متاح عند حضرتك. شكراً. بس يبقى فول سكرين، استاذنك لو ينفع عشان نشيره على لينكد ان. حالا السؤال ده يا جماعه جالنا من مهندسه زميله كانت حاضره معانا المره اللي فاتت، اعتقد انها المفروض تكون معانا النهارده دلوقتي، فعايزين حضراتكم تاخدوا 10 دقائق تقروا النقط اللي انا كاتباها فوق وتقروا ال4 اسئله اللي بعدها، وبعدها هنفتح مناقشه للرد على هذه الأسئلة ونشوف آراء حضراتكم والمسألة بالنسبة لكم هتبقى تصورها إيه. فمعانا على الساعة 10 دقايق. طيب أنا شايف إن العشر دقايق كتير، فأنا هسيبهم ياخدوا العشر دقايق بس هقول أناونسمنت في النص بقى عشان كان في ناس بتسأل على الاشتراك في الكورس. فكيفية الاشتراك موجود دلوقتي في الشات، أنا حطيته نقدر نشوفه، وفي ديسكاونت 15%، وفي اكسكلوسيف ديسكاونت لاي حد حضر معانا 3 كورسات قبل كده يقدر ياخد ديسكاونت 20% عن طريق ادخال الكود اكسكلوسيف 20. بس كده خلاص، اسيبهم بقى في العشر دقايق، والمتابعين على لينكد ان هحط الكلام ده في الكومنتس دلوقتي. باشمهندس محمد، انا مش عارفه الشات عندي معمول له فريز ولا ايه، لان انا اخر رساله عندي بتاعت حضرتك بتاعت الاشتراك في الكورس. هو الشات اللي بيظهر، هو ما حدش بيشات دلوقتي، هتلاقيه بيظهر حضرتك تشوفيه از هوست او كو هوست، انا مش عامله له بابليك، لكن هاويفر ما حدش كتب حاجه في الشات. تمام، شكرا. المشاركة يا زملائنا الكرام في الرد على الأسئلة وفي التفكير فيها، التدريبات العملية والأسئلة اللي هنطرحها في المحاضرات القادمة بإذن الله، جزء جوهري جدا جدا من استفادة حضراتكم من المادة العلمية ومن المحاضرات اللي بتحضروها، بتقضوا 2.5 ساعة مرتين في الأسبوع تستمعوا إلى كلام قد يكون بعيد عن نطاق خبرتكم أو نطاق دراستكم الأصلية، ولكن المشاركة والتفكير في الكلام حتى لو كان بعيد عنكم هو ده اللي بيقرب الفكرة القانونية التي قد تبدو جافة إلى الخبرة الهندسية التي هي طبعا أقرب إلى قلوبكم وإلى ممارستكم اليومية. حد فتح المايك؟ مهندس ماجد اعتقد. ممكن. طب يا جماعه، بما ان المهندس محمد حسين قال ان 5 دقائق كفايه، ندعو اللي حابب يجاوب على الاسئله اللي قدامنا ان هو يرفع ايده.
ويقول لنا إيه رأيه في المسألة المطروحة. مهندس بسام كساب، تفضل. يا دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أعتقد أن المقاول في نقطة ما استوفاهاش، أن هو لم يذكر في الإخطار بتاعه المادة اللي هو مستند عليها في العقد، أن هو يقول بناء على المادة الفلانية أنا بتقدم بالإخطار التأخير بسبب كذا كذا، لم يذكر رقم المادة في العقد اللي استند عليها. وبناء على ذلك وبناء على أساس أن الإخطار قد يكون غير مستوفي الشكل الكامل، ان الاونر او رب العمل ينظر في المطالبه. هل يا باشمهندس بسام من خبرتك لازم في كل العقود علي التزام عقدي بان انا لو عملت مطالبه اذكر فيها الماده اللي انا مستند اليها؟ اعتقد ان ده شكلا مهم، شكلا من حيث شكلا الشكل، وليس عقديا. شكلا ولو يعني وليس موضوعا. الموضوع انا لو مكان رب العمل هنظر في الدعوه الصراحه، يعني الموضوع شكلي، لكن شكلي مهم جدا. انا لازم لما اذكر المطالبه اقول ايه الماده اللي مستند عليها عشان اقدر طب افسر لو أنا المطالبه. مستند إلى قاعدة قانونية وليس إلى نص في العقد بتاعي؟ انا بنظر الموضوع من حيث العقد، ما تطرق لها يعني. ما هو يا باشمهندس بسام هي دي النقطة المهمة جدا. حضرتك كمهندس عقود أو كمهندس مطروح عليك أي مسألة فيها جانب عقدي ما ينفعش تمسك العقد وتقول أنا ببص من وجهة نظر العقد. صحيح العقد في إيدك اليمين والقانون جنبه على طول. صحيح، لأنه لو القانون في القوى القاهرة، هل كل عقد فيه تنظيم للقوى القاهرة؟ كلنا عدينا بجائحة كورونا السنتين اللي فاتوا. ليس كل عقد كان بيتجري تنفيذه السنين اللي فاتت كان فيه نص على القوى القاهرة أو الأحداث الاستثنائية أو السبب الأجنبي اللي بيعفي من تنفيذ الالتزام. فحتى العقود اللي فيها تنظيمات لدي الناس جريت تقول هو إيه اللي حصل؟ طب دلوقتي نعمل إيه؟ نعمل إيه دي الإجابة عليها من القانون. حقي ايه لما انا اضطريت اتاخر في التنفيذ 6 شهور بسبب الكورونا؟ حقي ايه لما انا ما بقتش الاقي اتوبيسات انقل بيها عمالي لان بقت اسمها ايه كثافه ركوب الاتوبيس بدل 100% بالقانون بالتحذيرات والاجراءات اللي عملتها وزاره الصحه بقت كثافه الاتوبيس لا تزيد عن 30%، فبقيت بدل ما بنقل عمالي في ساعتين بقيت بنقلهم في 6 ساعات. ايه حقي؟ هل العقد بينظم لك ده؟ هل كل عقد، بلاش نقول العقد، هل لا مش كل فاهم. عقد فيه تنظيم بالظبط؟ لا مش فاهم. فحضرتك النقطة الفكرة بتاعت الشكل نقطة جوهرية جدا، ولكن هل الشكل يذهب الحق في كل الأوقات؟ حضرتك قلت بخبرتك وبفهمك للعقود إنه هو شكل لم يستوفي الشكل، ولكن هو أنا لو المالك هدرس المطالبة دي. ده صحيح. بخبرتك، ولكن إيه، هل في قاعدة قانونية بترد على نفس السؤال؟ اتمنى اعرفه. خليك معانا وان شاء الله نعرفها. شكرا دكتور بعد لحضرتك، اذنك، ده اتفضل هيجرنا للسؤال. انا مش عارف الفرصه هتتاح لي مره تانية اسال اتفضل. السؤال، بس مرتبط بنفس الموضوع. بالنسبه للشركات او الجهات الحكوميه او المكاتب الضخمه، انا عاوز اعرف ايه الفرق، او ايه حضرتك تنصحينا بايه، ايه الارشادات اللي تفصل ما بين عملي كمهندس عقود وبين المحامي اللي معايا، يعني امتى هو يقول ايه وانا امتى اقول ايه، لان ساعات الموضوع بيبقى فيه نوع من التداخل قد يصل لحد الاشتباك الفكري او المشاكل اللي بتحصل في المكاتب والشركات الكبرى او في القسم المسؤول عن العقود. امتى المهندس يتكلم ولحد وسلطاته لحد امتى، او مجاله لحد امتى، وامتى المحامي يدخل؟ انا عارف ان الاثنين بيشتغلوا مع بعض، انا عارف الاثنين مكملين لبعض، بس انا ما ينفعش اتحول لمحامي، انا ما عنديش الخلفيه القانونيه الكافيه، وليس وما ينفعش مطلوبا هو يتحمل منك، مهندس. فايه وليس مطلوبا منك. الارشادات يعني؟ اقول لحضرتك دلوقتي، حضرتك بتشتغل في شركه مقاول ولا في شركه رب عمل؟ طيب باشمهندس كساب معانا؟ طيب المحامي يا جماعه بيشتغل معاك يوم ما يجي قدامك درافت العقد وتبقى محتاج تاخد قرار هتمضي العقد ده ولا لا، او هتطلب ايه من التعديلات من رب العمل. انت كمقاول او كرب عمل بتنظر للعقد من وجهة النظر التجارية، الفلوس والوقت والمواصفات الفنية بالنسبة للمهندسين. في جانب قانوني لازم تبقى عارفه
وانت بتمضي العقد بتاعك قبل ما تمضيه، وانت بتقرا المسوده اللي نازله مع مستندات العطاء المطروحه عليك، بينزل مسوده للعقد. لازم تجيب محامي، ومحامي عقود، مش محامي الشؤون القانونيه، ومش محامي شؤون الموظفين، محامي عقود بيعرف في صياغه العقود، وبيعرف نظريه العقد، ويعرف يقول لك البند ده يؤذيك، البند ده غير صحيح، البند ده مخالف للنظام العام. دي أول مرحلة لازم يكون عندك فيها محامي موجود معاك أيها المهندس، هي وانت بتدرس العطاء بتاعك. هيبقى عندك درافت، أو وانت بتتفاوض مع الامبلوير أو مع رب العمل، لو انت ما عندكش عطاء إنما التفاوض مباشر جاء اقترح عليك الموضوع مباشرة، تجيب محامي بيفهم في العقود، يقرأ العقد معاك وتتناقشوا فيه وتقرروا بناء عليه إيه البنود المقبولة وإيه البنود اللي مش مقبولة. النهاردة احنا كنا بنقدم استشارة لشركة تطوير عقاري، والمهندس الزميل اللي تلقى الاستشارة قال لي يا دكتورة مريم حضرتك بتديني استشارة انا كنت اتوقعها وانا لسه بمضي العقد. احنا النهاردة بقالنا قرب 10 سنين مضيين العقد، والكلام ده انا اول مرة يعدي عليا. قلت له والله الكلام ده هو الذي وجدناه في القانون، ووجدناه في اللوائح الوزارية المتعلقة بالقانون، فأنا ما خرجتش عن المعلومة المباشرة المتعلقة بالعقد. فعدم وجود استشارة قانونية وانت بتمضي عقدك أوقع الشركة في مجموعة من المشاكل، الله أعلم هتتحل إزاي، لأن في مخالفات لكذا قاعدة من النظام العام، لكذا قاعدة آمرة بتهدد صحة العقود وسلامتها نفسها، مش بنتكلم على تعويض واستحقاق لمبالغ معينة. فدي أول مرحلة حضرتك محتاج فيها محامي، محامي عقود، بأكد وحط تحتها 5 شروط، إنه لازم يكون محامي متخصص في العقود، ويا حبذا يا حبذا لو كان عنده خبرة في مجال العقود الهندسية وصناعة التشييد. المرحلة الثانية وانت بتنفذ العقد بتاعك بيجي لك كليمز، بيجي لك variations، بيجي لك مشاكل بتحصل لك في العقد، بعضها جانبها واقعي وبعضها جانبها قانوني، زي ما قلنا الكورونا أشهر مثل متداول هذه الأيام، في جانب واقعي أثار للقرارات الإدارية اللي طلعت، أثار للقواعد الصحية اللي طلعتها الحكومات بين عشية وضحاها، أثرها واقعي ولكن في الآخر أثرها فلوس، استحقاقك ليها إيه؟ لما يجي لك مشكلة زي كده هتقعد تتناقش حضرتك ومهندس الطرف الآخر 6 ساعات بناء على قوتكم التفاوضية وبناء على فهمكم الهندسي وخبرتكم القانونية الناتجة من الممارسة، ولكن في جانب قانوني بيحسم الموضوع اللي هو المادة في مصر 147-2 اللي لما بقى في حدث استثنائي عام بتدي تعويضات في حالات معينة هنتكلم عليها لما نيجي لنظرية الأحداث الاستثنائية وإحنا بندرس المادة العلمية بتاعتنا. ففي أسئلة هتقعد حضرتك المهندس تتكلموا فيها وقت من غير ما تعرفوا تحسموها، والمحامي هيحسمها لك في كلمة ونص لأن المسألة واضحة قانونا. فأنت محتاج محامي كلما جاءت مسألة لها شق قانوني. هتعرف حضرتك إزاي إن لها شق قانوني؟ أي مهندس عقود يا جماعة لازم يقرأ القانون المدني، لازم يقرأ القوانين ذات الصلة بالعقد بتاعه. ما ينفعش يقرر أن العقد كفاية زي ما المهندس بسام قال في أول كلامه أنا بتكلم بناء على العقد. لا يا فندم، كلام حضرتك على العقد غير كافي وكلام منتقص، لازم دايما يبقى على مكتبك نسخة من القانون المدني، ولازم تكون قاري عندك تصور إيه الأفكار اللي هو بيعالجها. فأتمنى أن يكون في ده إجابة على سؤال حضرتك. وناخد المهندس مهاب، تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، أهلا بيك. المسألة اللي قدامنا حابب تشاركنا فيها؟ أنا أعتقد أن المقاول خد الإجراء الخطأ نتيجة ثانية واحدة. تفضل يا فندم. أنا آسف. لا ولا هنا. أعتقد إن المقاول خد الإجراء الخطأ، لأن هو قدم الإختار لقسم العطاءات، من المفترض طبقاً للعقد أو الشخص المحدد في العقد هو ممثل رب العمل، فهو كده ما انتسلش لطرق الاتصال اللي المفروض العقد ينفذها. يعني إيه اللي يترتب على ده يا باشمهندس مهاب؟ اللي هيترتب على ذلك إن الجهة المالكة اللي هو رب العمل
ممكن يقول ان انا ما وصلنيش اصلا الاختيار ده وما خدتش عنه فكره، فما يترتبش عليه اي نتائج بعدها يعني. طيب اللي طرح علينا المسألة دي مهندس مالك، وعلى الرغم من ان الكليم او النوتيس اوف ديلي راحت للقسم الغلط، هي النهارده بين ايدين المهندس المسؤول عن التيكينج اوفر بتاع الموقع بتاع المشروع. المشروع بيخلص وبيقفلوا الحساب، والمطالبه وصلت او النوتيس وصلت لايد المهندس المسؤول النهارده، مع انها قدمت في بدايه المشروع بل قبل بدء التنفيذ طبقا لمواعيد العقد. فمهندس الملك يعمل ايه؟ ما يعني انا اعتقد برضو ان وقتها وقت الدراسه بتاعتها عدى، فبالتالي انا ما فيش حاجه هقدمها لك عشان انا خلصت المشروع، انا خلاص انا بعمل تيكينج اوفر. عدى بناء على ايه يا باشمهندس؟ بناء على الخطا ان هو ما وصلهاش للشخص الصح اللي العقد قال له، يعني السكه السليمه اللي المفروض يمشي فيها كمقاول ويقدم شكوته، فهو ما مشاش في السكه السليمه، هو مشى يعني اختار سكه من عنده هو، مش السكه المتحدده في العقد يعني. انا هستأذنك لو توطي الاذان معلش. هو انا الحقيقه انا قفلت الشباك خالص ده الجامع. طيب بص يا باشمهندس، في نقطتين في الكلام اللي حضرتك قلته. في اولا ان هو قدم الجواب للجهه الغلط، دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه اللي حضرتك اثرتها هي نقطه ان هو قدمه بعد الموعد. الموعد في كلام حضرتك كده في افتراض ان في موعد لتقديم النوتس اوف ديلي، هل ده حاصل في كل عقد؟ مش ضروري. عقود الفيدك فيها مواعيد، ولكن عقود الفيدك ليست هي العقد اللي بنشوفها كل يوم، وليست هي العقد المستخدم في جميع المشاريع، بل في انواع مشاريع لا تصلح اصلا لانها تكون في مطبق عليها او يستخدم فيها نموذج عقد الفيدك. فاذا خلى العقد بتاعي من نص على مده يقدم فيها النوتس، واحنا ما نعرفش العقد اللي قدامنا ده فيه مده ولا لا، ففي الحاله دي فكره المده مش باينه. كتير جدا بيحصل في المشاريع انه بيبقى المناقشه بتاعه الديلي او التاخير مناقشه غير محدده، يعني حوار رايح جاي بين المقاول ورب العمل، او بين المقاول ومقاول الباطن، انت اخرتني في كذا، لا انت جبت الرسومات متاخر، لا انت ما فتحتش الموقع، لا الموقع ما تسلمليش في موعده، ايوه بس تسلم ولكن ليس خاليا من المعوقات. بيبقى النقاش بتاع الديلي رايح جاي من غير تقديم كليم بشكل رسمي. ليست هذه الحالة الدائمة اللي يعرفها المهندسين اللي بيشتغلوا في العقود الكبيرة أو العقود اللي طبقاً للعقد النمطي اللي اسمه الفيدك. فالنقطة دي مسألة مهمة إن أنت تاخد بالك، عقدك فيه مدة ولا ما فيهوش مدة؟ طب ما الذي يترتب على مخالفة المدة؟ ناخد مهندسة ليلى، تفضلي. مساء النور أستاذة. مساء النور أستاذ دكتورة. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، أهلا بيكم، تشرفنا بالحضور معكم. أنا الأستاذة ريحة رفسي محامية من تونس، وأردت مهتمة بالمدة الأخيرة بالتحكيم باعتباره الآلية من أكثر الآليات لفض النزاعات في الدول العربية وغيرها حتى في العالم. فقد أردت تدخل في مستوى أن النقطة أنه وقع توجيه المراسلة أو المكاتبة إلى غير العنوان المذكور في العقد، عادة وما جرى به العمل في العقود أنه يقع التنصيص على عناوين الأطراف وعلى عنوان الممثل القانوني للشركة والذات المعنوية في ديباجة العقد، يعني في بين الممضين أسفله الطرفين فلان ثانية وشركة في ذات الشركة، المقاولات مقرها بمثل شخص مثلها القانوني، والكائن مقرها الاجتماعي به وما إلى ذلك. وفي خاتمة العقد يوجد بند ينصص إلى أن عين كل من الطرفين محل مخابرته بالعنوان المذكور بالطالع. وبالتالي ما ينجم عليه ما جرى عليه العمل المحاكم أنه أي مراسلة توجه إلى غير العنوان المذكور لا يعمل عليها بالنسبة للطرف الثاني. ولكن هذا دكتورة لا يعني بأن الشخص الذي وجه المراسلة لغير العنوان قد فقد حقه، يمكنه المطالبة بأي زيادة استوجبها المشروع
في إطار قضية مدنية مستقلة، وهذا من ناحية القانونية يرجع إلى أنه وأن الشخص الآخر الذي لا يريد، الطرف الآخر الذي لا يريد الاعتراف بهذه الزيادة يدخل في باب أنه أثرى بغير سبب، وبالتالي أن فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأداء ما أضافه المقاول من زيادات، لأن أحيانا توجد طبيعة التربة تتغير، توجد كما قلنا الكورونا، توجد ظروف أمر طارئ أو قوة قاهرة، وبالتالي فإنه العنوان لا يؤثر على على العقد وعلى المقاول، إن النتائج يبقى من حقه المطالبة بالزيادة التي دفعها. مع الشكر سامي. شكرا جزيلا أستاذة ليلى، تشرفنا بمداخلتك وألفت النظر إلى أن هذه هي طريقة تفكير المحامين. المحامي عندما طرح هذا السؤال علي من الزميلة التي أرسلته لنا، كان أول سؤال لي أرسلي لي من فضلك البند الخاص بالمراسلات، البند الخاص بالعناوين، وأيضا البند الخاص بفض المنازعات أو بالمطالبات، لنبحث عن مدة إرسال الإخطار، وأرسلي لي البند الذي فيه تحديد ممثل رب العمل، لأن صياغة بند تحديد ممثل رب العمل قد يكون له أثر. إذا كان ممثل رب العمل في تنفيذ العقد فإن تنفيذ العقد لم يبدأ بعد، أو إذا كان هو له نفس العنوان الخاص برب العمل نفسه ففي هذه الحالة لن يكون هناك إشكال. فرق كبير، لا إشكال، وهو كذلك لا إشكال في هذه الحالة. بالضبط. شكرا لك يا أستاذة ليلى، ونرجو أن تكوني معنا في المحاضرات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم دكتورة، وفقكم الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. مهندس محمد عيد تفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتورة؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تفضل يا فندم. وحضرتك الكلوزز اللي محتاجينها زي ما حضرتك قلتي النوتيسز عشان بس نشوف صحة الشكل بتاع تقديم المطالبة. أيوة. وإذا المطالبة لم تقدم بشكل صحيح فهي والعدم سواء، وفي الحالة دي لا يلزم رب العمل ببحثها. حضرتك بتشتغل فيدك يا باشمهندس محمد؟ نعم. حضرتك بتشتغل في عقود الفيدك أكتر شغلك؟ آه. تمام، تفضل كمل يا فندم. ومطلوب المادة الخاصة بالبيانات اللي هيوفرها رب العمل؟ أيوة. ومادة المطالبات، المادة أيوة. بتاعة الفاريشنز يعني. هل يفرق مع حضرتك، معذرة، هل يفرق معاك المطالبة النهاردة احنا بنناقشها في نهاية المشروع، هل يفرق معاك وجودها النهاردة ولا ما تفرقش معاك ان احنا بنناقشها في اول المشروع ساعة ما تقدمت، ولا بنناقشها النهاردة واحنا بنعمل تيكينج اوفر؟ تفرق عشان الفيريفيكيشن بتاع الكميات، لان هي لو حاجات انكفرد فوق مثلا سسبندد سيلينج او حاجات اندر جراوند فالمقاول مش هيقدر، او حتى ديلي من باور هيحصرها او كده، مش هيقدر يثبت في حاله ان هو اتاخر، يمكن مش هيقدر يعني يمكن الاستشاري من انه يعمل فيريفيكيشن للكميات او المسائل المتعلقه بدي. فهو من الضروري ان هو تدرس من ساعتها يعني في نفس الوقت او خلال ال 28 يوم، يعني هو الزام ال 28 يوم في الفيدك. اتفضل. هو الزام في الفيدك، والفرق اللي في تصوري هيبقى جوهري جدا يا باشمهندس محمد، وحضرتك صحح لي لو كان كلامي ينقصه شيء، انه لما انت تعمل لي نوتس اوف ديلي قبل ما المشروع يبتدي، هو انت الديلي حصل فين اذا كان التاريخ بدء الاعمال ما ابتدتش ما جاش؟ انا عندي 300 يوم من 1 يناير، انت بتقدم لي نوتس اوف ديلي في 20 ديسمبر؟ ما هو ممكن الحاله دي تحصل. أيوة. لو مثلا هي هتأثر مثلا في الديزاين، يعني انا مقاول انا هنفذ او هتأثر على التنفيذ بتاعي او انا هتأثر في البلاننج بتاعي. هتأثر في البلاننج بتاعي، كلامك مظبوط، بس انا عندي 10 ايام، فكر معايا كده، عندي 10 ايام بين تاريخ النوتس وبين تاريخ بدء الاعمال. تمام، لو انا طلبت منك الانفورميشن النهارده ووفرتها لي بعد يومين، هل كده انا اتأخرت عليك؟ لا، بس
النوتس اوف ديلي هنا مش مرتبطه بان انا قدمتها النهارده، لان انا مش ضامن ان انت تدهاني على بعد ال 10 ايام ولا لا. انا الحاجه الاولانيه اللي لازم تسبق النوتس اوف ديلي يا باشمهندس ان انا اطلب المعلومه. الفكره في العقود في ان انا اطلب المعلومه اللي ناقصاني. هو بيقول ادى نوتس اوف ديلي بعد ما مضى العقد مباشره لان في معلومات ناقصه، تمام كده؟ تمام. انا اللي في قاعده عندنا في القانون في مصر وغالبا في كل الدول العربيه اللي عندها نفس الفكر القانوني، انه تنفيذ العقود لابد ان يكون مشمولا بمبدا حطوا نصب عينيك حسن النيه. بمعنى ايه حسن النيه؟ بمعنى انا مش هدفي ان انا اوقع اللي قدامي في الغلط، انا هدفي ان انا انفذ المشروع. فاذا انا عندي فرصه لاستكمال هذه المعلومات من غير ما اطلب كليم بالديلي، خصوصا ان انا لسه ما ابتديتش شغلي، وبعدين انا قدمتها الى جهه غير الجهه المطلوب منها انها تنظر او المخوله تسلم والنظر في هذه المطالبات، هل انا كده بتصرف بحسن نيه ولا انا بوقع اللي قدامي في الغلط؟ يعني ما احنا ما نعرفش طبعا الملابسات اللي حصلت بالزبط. ايه بالظبط بالظبط. لكن يعني هو الواحد من شغله في الكليم يعني يتعود اذا الاستشاري وانت مقابله في الطرقه كده قال لك صباح الخير تخش تبعت له ايميل يعني والله يعني تعلمناها من زمان، يعني اذا قال لك صباح الخير خش ابعت له ايميل ان انت الساعه 8:30 انت قلت لي في الطرقه ايميل وانا بقول لك قلت لي ان انت صباح الخير وانا بقول لك اهو صباح النور. طيب يعني وطبعا لو كان قدمها قبلها هي هتترفض، بس هي الفكره بقى هل هي تقدمت في معاينها ولا لا، وهي متعلقه بانهي مقدار من الاعمال؟ يعني هل هي متعلقه بالاعمال اللي انت هتقوم بيها مباشره من تاريخ الكومنسمنت ولا متعلقه باعمال؟ ايوه. فانت النوتس اوف ديلي الميسنج انفورميشن، المعلومات اللي المالك لم يوفرها النهارده قبل بدء الاعمال، ايه اثرها على المشروع؟ هل فعلا كانت هتتسبب في ديلي لو هي ناقصه قبل الكومنسمنت ديت، ولا هي مش هتتسبب؟ مش هيبقى في لسه برنامج، فاحنا مش عارفين هي على الكريتيكال باث ولا لا. بالظبط. فانا في المساله بتاعه الزميله اللي بعتت لنا السؤال ده في شقين، شق شكلي شق اجرائي، الا وهو التوجيه الرساله لجهه غلط، وان فكره الموعد، وفكره ان انا قدمتها قبل تاريخ بدايه الاعمال، هل من حقي اعمل كليمز قبل تاريخ بدايه الاعمال؟ لا، دي برضو مسألة محتاجة لا. تنظرها في إطار بنود العقد والقانون الحالي. عند حضرتك حق في الموضوع دوت، هو ما ينفعش أصلاً يبعت، لأنه ممكن الملك كان عامل حسابه يبعتها بعد ما المشروع يبدأ في حالة إنها مش هتأثر أصلاً على الأعمال. بالضبط. لازم نعرف المعلومات دي كان المطلوب توافرها إمتى، التزام بالزبط. المالك بتقديمها كان إمتى، لأن أحياناً كتير بيبقى المعلومات مرحلية مش كلها أبفرنت. صح. لأن يعني كان ممكن يبقى رولينج ويف بلانينج مثلا، هو عامل حسابه ان هي اتسعرت مثلا في البي او كيو باكج وبعد كده يبقى في تفاصيل حسب الريكوايرمنت. شكرا لحضرتك مهندس محمد. العفو يا فندم. مهندس مايك. شكرا ليك مهندس مايك، اتفضل. مساء الخير دكتوره. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا هعتبر ان المعلومات دي، هو طبعا في المفروض تفاصيل كتير وبيانات تبقى ايه موجوده في القضيه دي، بس طبعاً. انا اعتبر ان المعلومات دي كانت اساسيه، يعني لازم تبقى موجوده وبالفعل هتسبب تاخير. تمام. في الحاله دي هو المقاول اخطا في موضوع انه طريقه ارسال الكليم بتاعه. تمام. لكن ده ما يسقطش حقه، لان الحق لا يسقط الا بالتقادم. انا سعيده يعني. جدا ان حضرتك قلت النقطه دي يا باشمهندس. وحتى لو كان العقد فدي وبيصر انها تقدم خلال ال 28 يوم، لا برضه لا يسقط حقه بالتقادم، لان كده الفدك بيعارض القانون، فبالتالي القانون هو اللي هيمشي. دي حاجه. عرفت حضرتك الحكايه دي منين يا باشمهندس مايكل؟ محاضرات سيادتكم. ربنا يكرمك. الكلام اللي قاله الزميل مهندس مايكل سليم، حضرتك تحب تضيف حاجه قبل ما اعلق؟ اتفضل. اخر حاجه بس، طب هو هيفرق ايه بعدين؟ هيفرق بعدين في القاضي اللي هيحكم في التعويض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان القاضي هيشوف الموضوع ده، لو كان رب العمل عرف الموضوع ده في وقته كان اتصرف ازاي،
ولو كان عرفه متأخر كان اتصرف ازاي، يعني ايه اللي هيترتب عليه هنا وايه اللي هيترتب عليه هنا. لو كان الموضوع نفس الخسارة سواء عرف قبل او بعد يبقى خلاص هيحكم له بالتعويض المناسب. اما لو كان رب العمل اثبت انه لو كان عرف ان الموضوع ده بدري شوية او في ميعاده كان ليه ترتيبات واجراءات اخرى، كده هيختلف قيمة التعويض وتبقى اقل من المفروض كان يعمل. لأنه هو هنا عمل إيه لما قدمها الجهة غلط فلم تصل إلى المالك في وقت تقدمها يا باشمهندس مايكل؟ هو فوت عليه فرصة ما يسمى تقليل الخسارة أو تقليل الضرر، بالفعل بيسموها بتوع الفيديك ميتيجيشن أوف لوس. فأنت فوتت على هذه الفرصة بأن أنت بعتها للقسم الخطأ، على الرغم من أن توجيهها للقسم الخطأ لا يسبب أن احنا نسقط حقك فيها أو أن احنا قدمناها بعد ال 28 يوم. مشكلة المواعيد بتاعة ال 28 يوم اللي متعودين عليها أصحاب عقود الفيديك أو اللي بيشتغلوها هي ونماذج العقود الدولية المتعددة، إنه العقد الفيديك بيقول إنه المطالبة اللي ما تتقدمش خلال المدة أو خلال الفترة الزمنية المذكورة يسقط الحق فيها. وده مخالف للفكرة القانونية اللي ذكرها زميلنا المهندس مايكل، إنه الحق يسقط بالتقادم. وفي حاجة في قانون الإجراءات اسمها مواعيد سقوط يسقط بها الحق، زي ان انت محتاج ترفع دعوى القذف السب والقذف خلال 3 شهور، هنا يسقط حقك في رفع الدعوى لو مضت 3 شهور من تاريخ الواقعه وانت ما رفعتش الدعوى. ولكن في مواعيد اسمها مواعيد تنظيميه لا يترتب على مخالفتها شيء. زي ايه؟ زي مثلا ان قاضي دعوى البطلان في التحكيم، بطلان حكم التحكيم، لازم يحكم خلال 6 شهور لو في طلب وقف تنفيذ. مخالفه هذه المده لا يترتب عليها شيء. الفرق بين المواعيد التنظيمية والمواعيد التي تؤدي إلى سقوط الحقوق فرق قانوني، مش هتلاقيه عند حد بيشتغل في العقود فقط. لازم حضرتك تمسك القانون وتقراه أو تقعد مع محامي فيقول لك الكلمتين دول، فأنت لأنك متعود على الفيديك تقول له الكلام ده مش صح، الفيديك بيقول 28 يوم يعني 28 يوم، وهو هيقول لك الفيديك ليس قرآن والقاعدة القانونية وحفاظ على حقوق الناس أبدأ بالمراعاة. الخلاف اللي انا بقوله لحضراتكم ده سمعنا عنه وشفناه بين محكمين كبار جدا في مجال التحكيم الهندسي في مصر، والرأي القانوني الذي اعتنقه اهل القانون الاهل المتدربين على الخلافات القانونيه بوجه عام، قال لك ده ميعاد تنظيم، ده مش ميعاد سقوط، ازاي يسقط حقي لان انا ما قدمتش خلال 28 يوم؟ هذا غير منطقي ولا يمكن ان يقصد بيه كده، ولو ده مكتوب في العقد فهو كلام غير صحيح. المهندسين اللي متعودين على هذه الفكره من عقود الفيديك قالوا لا طبعا الميعاد ملزم. وشفنا قضاه في اوروبا لما عرضت عليهم مسائل من عقود نمطيه فيها مواعيد زي المواعيد بتاع 28 بتاع الفيديك، عملوا ما نسميه احنا حيله، عملوا حيله قانونيه وقالوا ان موعد بدايه هذه المده الزمنيه ليس هو الموعد اللي بيدعيه المالك ولكنه بعده بعدة أشهر، وبالتالي يبقى الكليم اتقدم في ميعاده، لأنه القاضي لقى أنه منافي للعدالة أن هو يسقط حق اللي بيطالب بهذا المبلغ بسبب مخالفة الوقت المطلوب في تقديم الكليم بعدة أشهر، في حين أنه هو كان يقدر ياخد حقه ده لو كان قدمه في المدة الزمنية المحددة في العقد. يعني أصل الحق صحيح، المطالبة من حيث موضوعها صحيحة، فالقاضي لم يجد أنه يتوافق مع العدالة إن هو يسقط الحق بسبب مدة محددة في العقد، محددة بشكل بنسميه إحنا تحكمي، مفيش وراها منطق قانوني يلزم بيها. شكرا باشمهندس مايكل، وناخد المهندس محمود أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. أنا أول مرة أشارك مع حضرتكم معلش اعذروني بقى لو في خطأ قانوني انا وقعت فيه، بس انا بشتغل في مجال الانشاءات فمن خبرة العقود بس مش اكتر يعني. اهلا وسهلا بحضرتك، واحنا الهدف بتاعنا في هذه الدورة انه نزيد حضراتكم علما بالمسائل القانونية عشان تقدروا تغلبونا بعد كده في كل المفاوضات. بس انا من بداية قراءتي بس للمشكلة انا شايف ان هو في نقطتين. اول حاجة قبل حلول تاريخ بدء الاعمال، أيوة. فلعل وعسى في LOA اللي هو letter of sorry LOI letter of intention اللي هو قبل تاريخ توقيع العقد، ده يعتبر نوعا ما قبل اللي هو pre contract يعني، ففي هنا إلزام حصل، وممكن يكون في افتراض تاني إن في حاجة اسمها تاريخ العقد وتاريخ بدء الأعمال،
ممكن يكون تاريخ بدء الأعمال هو محدد في العقد استلام ترخيص البناء، ولكن تاريخ العقد already بدأ، فدي حاجة برضو مش واضحة هنا. موضوع النوتس هو مش مطالبة، يعني ده it's not a claim، هو كلامك مظبوط، ده اختار فقط، وما فيش هنا في المسألة ما يوحي إن هو المشروع انتهى والمطالبة دي قدمت أثناء الانتهاء. ولكن من قراءة الموجود في مشكلتين: تاريخ إصدار الاختار اللي هو notice of the day، ده بس كده notification اللي هو زي يعني بس برفع العلم، خلي بالك في احتمال يحصل تأخير، فده notice، أنا مش بطالب بحاجة بس أنا بأخترك إن لعل وعسى إن ده يحصل تأخير، والمفروض إن أنا أفضل أتابع مثلا كل شهر، لو لم يتم توفير هذه المعلومة أقدم another notice إن في لسه الاختار الاحتمال مستمر. عند تقديم المطالبة بقى اللي هي الكليم، أبدأ أحط إن أنا قدمت نوتس 1 2 3، ده بالنسبة لتاريخ تقديم النوتس. طبعا الإخوة الأفاضل اللي هم اتكلموا في موضوع العناوين وكده، وهو أنا أتفق معهم تماما، فهي دي المسألتين أنا شايفهم قدامي من المعلومات المتاحة، لعل أصلا في معلومات مش موجودة يعني. هو في معلومات احنا مخبينها عمدا يا باشمهندس محمود. شكرا جزاك الله خير. النوتس اوف ديلي هدفها ايه يا باشمهندس محمود؟ ان انا يعني بعمل ايرلي ورنينج للامبلوير، ان خلي بالك ان انا ام اوير ان في ديلي هيحصل. انا بنبهك، مش انا اوير، انا بقول لك خد بالك انت دلوقتي هتسبب لي تاخير، عشان انت تعمل ايه؟ تتجنب هذا التاخير. لما انا اوجهه لك بطريقه لا تمكنك من العلم به، اللي هو الجانب الاخر بتاع العنوان، مظبوط صحيح، يبقى انا هنا بحاول ان انا اضيع عليك مكنه تجنب هذا التاخير، ممكن عن عدم، عن سوء نية، عن جهل او سوء نيه حسب العقد وحسب العلاقه بينهم. اللي حصل هنا يا باشمهندس، النوتس اوف ديلي اتبعت لقسم العطاءات، قسم العطاءات لم ينتبه، فقد في اوراق المشروع الكبيره، ما انتبهوش ان ده نوتس اوف ديلي طبقا للعقد، خصوصا ان هو جاي قبل تاريخ بدء الاعمال، اتدفن في الورق، قعد المشروع شغال 4 سنين. وانا سالت سؤال مباشر للمهندسه اللي بعتها لنا، قلت لها هو جاب سيره النوتس دي بعد كده خلال تنفيذ المشروع؟ قالت لي لا، لم يذكرها اطلاقا. قلت لها وجداول التنفيذ اللي بتتحدث والاجتماعات، قالت لي ما جابش سيرتها خالص، لغايه ما جينا للتيكينج اوفر في 2 كليمز كبار، راح مقدم فيهم النوتس دي وقال انا بعت لكم نوتس التولي وانتم المسؤولين عن التاخير، لان انتم لم تردوا عليا وما عملتوش ميتيجيشن لوسز، ما بعتوليش المعلومات في الوقت المطلوب، وبالتالي انتم الغلطانين. الصوره دي توحي الحقيقه بالنسبه لي في إطار ال10 معلومات اللي عندنا، مش في ال1000 معلومة اللي قدامهم في أوضة الاجتماعات، إن في هنا حاجة مش مظبوطة. صحيح. أنا لما أبعت notice of delay قبل بداية العقد لازم بوليها، لازم أعمل لها reflection في الجدول الزمني بتاعي. صحيح. كل ده بيترجم عندي أنا من الناحية القانونية لفكرة أنت بتنفذ العقد إزاي؟ أنت ملزم بموجب القانون إن أنت تنفذ العقد على مقتضيات حسن النية، بمراعاة مبدأ حسن النية. الهدف إن إحنا ننفذ العقد، مش إن إحنا ناخد تعويضات من الشخص اللي قدامنا. واضح واضح. في مسألة واقعية أخرى، شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس محمود، أنا عايزة بس أذكرها هنا، إنه هيفرق معنا جدا إيه القانون واجب التطبيق على العقد. ففي بند مهم جدا نعرف إيه القانون بتاعنا، أنهي بلد. في بلاد هتعتبر النوتيفيكيشن اللي موجهه لشخص خطأ ملاش قيمه، وفي بلاد هتعتبر زي ما احنا بنقول انه مفيش مشكله لان انا وجهتها للطرف دي الصله. بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى ان انا عندي الاصيل هو رب العمل، والريبريزنتيف ده نائب عنه او وكيله، فانا قدمتها لده او قدمتها لده سيان، بدم انا قدمتها للشخص دي الصله بهذا النوتيفيكيشن او بهذا الكليم. كان في عندنا قضية كانت مع جهة إدارية للأسف، مشروع كان فيه مشاكل كبيرة، قررت جهة الإدارة إنها تسحب الأعمال من المقاول، وقررت إنها تسحب وبعتت له إنذار بإنها هتسحب الأعمال لو ما صححش الوضع في الموقع خلال 15 يوم. فإحنا بنقول للمقاول أنت جات لك النوتيفيكيشن دي،
الانذار ده عملت ايه لما جالك؟ قال لي انا ما جاليش. قلنا له طب انت علمت بيه ازاي؟ قال لقيته على مكتبي في شركتي بعد تاريخه باسبوع. قلت له طب مين اللي استلمه؟ مش عارف بس هو عندي، وهو قدمه في المفاوضات بينه وبين جهة الإدارة اللي بيحاول يتوقع بيها سحب الأعمال وفسخ العقد. الرسالة كانت وصلت له، ما نعرفش وصلت له بالطريق السليم اللي هو كان خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا تسلمت من موظف لموظف يدا بيد، ولكن المحصلة النهائية إن هو اللي جواب وصل له. فمسألة بنوصل جواباتنا لمين، بنوصلها إزاي، مسألة جوهرية جدا جدا جدا. ولكن فكرة الوكيل والأصيل قد تلعب دور من الناحية القانونية في إن أنا أعتبر إنه النوتيفيكيشن ده صحيح، ويستوجب إن أنا أنظر في المطالبة، أنظر فيها يعني أطلبها أدرسها عفوا، مش إن أنا أقبلها. لو أنا وجهتها لشخص رب العمل أو لشخص الطرف اللي هي موجهة إليه، وإن كانت بدل لمدير العقد أو لمدير المشروع وجهتها لرئيس إدارة العطاءات، قد يعتبر هذا التوجيه صحيح، فساعتها يتوجب على رب العمل إن هو ينظر فيها ويناقشها، ما يقولش إن مجرد توجيهها بعد الموعد أو توجيهها للشخص الخطأ يعفي من إن هو ينظر فيها بالمرة. مهندس أحمد حماد اتفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. اولا اشكر حضرتك واشكر مهندس ماجد على المحاضرات القيمه ديت. شكرا جزيلا ليك يا فندم، اتفضل. هو كان في نقطتين حضرتك قلت، النقطه الاولانيه اللي هو نوع العقد، هو ان كان عقد فيدك او عقد اداري او عقد مدني، ده مش واضح في المطالبه. مظبوط. رقم اثنين، يعني الواحد يستشف من اول قبل المشروع ما يبدا ان في سوء نيه من المقاول ان هو هيعمل مشاكل بعد كده. الدليل ان هو ود المراسلات الى جهه غير مختصه. كلام حضرتك مظبوط، ولكن المشكله الوحيده اللي بتواجهنا ان رب العمل ما عرفش بهذا التصرف غير بعد 4 سنين وهو بيستلم المشروع. معنى كده ان هو ما جالوش المطالبه ديت، يعني المقاول مصر ان هو يبعتها بجهه مخالفه، جهه خطا، بحيث ان هو بعد كده ان هو يبدا يعني زي ما نقول ايه يضمر في نفسه النية ان هو قدم المطالبة. هو ده طبعا مسألة يعني واردة جدا، ولكن الحكم عليها بشكل نهائي هيكون في إطار كل ملابسات التنفيذ، مش في إطار وقعة واحدة، لأن ممكن حقا وصدقا يكون المقاول اتلخبط. الحاجة الثانية، هو قدم اختار فقط ان هو تحسبا ان ممكن يحصل حاجة. صح مظبوط. الموضوع دوت يعني انا بقول ايه، يعني خلي بالك ان انت ممكن هيحصل تاخير. المشروع شغله ان هو استمر واكتمل، ودلوقتي بتعمله تي او سي، معنى كده ان هو لم يظهر اي اثار بالنسبه للكليم بتاعه، بالنسبه للتاخير، يعني المشروع مش سموز لحد ما وصلنا للبي سي سي والتي او سي. مظبوط كلام حضرتك، صح جدا. انا نجا اظهر المطالبه، هي لا تسمى مطالبه، هي تسمى اختار، لان المطالبه لها شروط. البند الايفنت اللي حصل، رقم اثنين البند اللي انت بتستند ليه، الاثار اللي انت اترتبت على موضوع التاخير، اذا كان في تاخير، هل الكلام ده موجود؟ احنا وصلنا دلوقتي للتوسي، هو يعني رب العمل واقف عند ادرس المطالبه دي ولا ما ادرسهاش. هل انا بما ان انت ايها المقاول بعتها لجهه غلط، فهل انا ملزم ان انا ادرسها، ولا كده انت سقط حقك لان انت ما وجهتهاش للشخص الصح؟ لا، طب رقم واحد ده هو عيون الحق لا يسقط. رقم اثنين، هل المقاول قدم مطالبه ان فيها ضرر؟ قدمها دلوقتي وهو بيقفل المشروع. يعني بالنسبه انا يعني هقول ايه، لو انا كمالك انا ممكن لو انا عندي سوء نيه اذكر له البنود ديت، ان انت قدمتها بطريقه خطا، قدمتها قبل الموعد، لم تحدد نوع العقد الساري او البند اللي انت بتسال عليه. رقم اثنين، لما قدمت لي المطالبه قدمتها لي في الوقت على حسب الفيدك اللي كان 28 يوم او حاجه او اقل من كده. رقم اربعه، الضرر اللي واقع عليك، هل انت قررته وعملت لي اختار مره واثنين وثلاثه
ولا هو اختار واحد بس؟ الكلام اللي وصلنا انه اختار واحد قبل بدء التنفيذ. فطبعا الوضع كده زي ما احنا سامعينه يشوب يعني مش هنقول سوء نيه، ولكن في حاجه مش سليمه في الموضوع. ان انت تبعت نوتس اوف ديلي 4 سنين تشتغل، ما تجيبش سيرتها في تحديث جداول التنفيذ، ما تجيبش سيرتها في اي مناقشات ومفاوضات متعلقه بالوقت، وبعدين تيجي تقدم بيها كليم وانت بتعمل تي او سي. الكلام ده يعني مش مظبوط، ولكنه مش مظبوط من ناحيه الموضوعيه والاجرائيه في نفس الوقت. ولكن حق المقاول في ان تدرس المطالبه بتاعته هل هو موجود ولا مش موجود؟ لا، هو دلوقتي حضرتك بتقولي قدم مطالبه وهو قاعد 4 سنين بيدرس بيشتغل في المشروع. احنا بنعمل اجتماعات اسبوعيه اجتماعات شهريه، واول ما بيستلم المشروع بيقدم برنامج زمني للمشروع. هل في ضمن البرنامج الزمني ده حتى اي حاجه عليها؟ لما جه بيعمل اذا كان عمل عليها ابديت، عمل عليها ريفايز، ده مذكور ولا مش مذكور؟ الكلام ده احنا ما نعرفوش، ولكن يبدو من ظاهر الامر ان هو ما ظهر لهاش اثر بشكل فلنقل واضح يقرع سمع رب العمل في اثناء تنفيذ المشروع، لان هم متفاجئين بيها النهارده وهم بيقفلوا المشروع. ولو انا في الموضوع دوت انا مش هنظر للمطالبه، لان انا كمالك انت بعت لي اختار كنت انا بقول ايه اختار يعني نوع من التنبيه. تمام، تنبيه. انا كمالك عندي تو اوبشنز، يا اما ادي لك المعلومات دي اذا كانت هي مهمه او هتاثر الموضوع، او اقول لك انسى المعلومات دي غير ضروريه للعمل وجو اهيد يشتغل. يعني سواء كان استشاري او مالك، اذا انت بعت لي تنبيه ان في حاجات ناقصه، مخطط ناقص او شيء ناقص او عمل اضافي او شيء، عندي الخيارين، يا اما بلغي لك اقول لك نجلكت انسى ده انا قلته لك، او امشي على الجزء اللي موجود عندك دلوقتي. شكرا يا باشمهندس احمد. انت كده مش حاجه للمالك، تورطت بس خلاص بالكلام يعني. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لمشاركتك. الله يبارك. مهندس سمير اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال قبل ما حضرتك تقول مداخلتك. اسم حضرتك سمير ايه؟ سمير ظريف بساط. ظريف بساط، شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. هو حضرتك بس ان احنا اول حاجه بنتكلم فيها هل هو نوع العقد، نوع العقد هل هو ديزاين اند بيلت ولا ديزاين بس، ولا ده عشان ابدا احدد، لان النوتس اللي بعتها المقاول بعتها قبل بدء المشروع على اساس ان دي هتاخر المشروع، يبقى لازم ابص نوع العقد الاول هل هو ديزاين اند بيلت ولا ديزاين بس ولا كونستراكشن بس. تاني حاجه هل العقد فيدك ولا قانوني. تالت حاجه يعني ايه فيدك ولا قانوني؟ يعني هل ان انا بستند فيه كفيدك بس دون الرجوع للقانون، ولا البنود الفيدك اللي هي المعروفه؟ خليني اوقفك هنا يا باشمهندس سمير. اتفضل. الجمله دي غلط، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. مفيش حاجه اسمها بستند للفيدك بس وما بستندش للقانون. تمام. القانون فيه قواعد بتقول لك كيف تفسر نصوص العقد. تمام. بتقول لك كنت لسه هكلم حضرتك على اللي هو الرجوع لمستندات العقد وترتيب مستندات العقد. انت عندك قواعد في القانون في العقد لذلك، وعندك قواعد قانونيه لذلك. فالجمله اللي حضرتك قلتها دي انا باشدد عليها، لان محبي الفيدك ومعتادي متصورين ان الفيدك يغني عما سواه، الكلام ده غير صحيح. تمام. الفيدك عقد مهما كان اكتماله، مهما كان دقته، هو عقد يقرا وينفذ في ضوء نصوص القانون، واجب التطبيق عليه. فان انا اقول العقد الفيدك لوحده، لا، الكلام ده غلط. هتروح تعمل مطالبه رسميه في محكمه او في تحكيم، الكلام ده لن ينظر اليه. بل بالعكس، محاميك احتمال يقول لك انا اسف جدا يا باشمهندس، الكلام ده مش صح، اللي انت بتاسس عليه مطالبتك ده كلام مش صح في القانون، ما نقدرش نقوله. لو قلناه يعني انطباع الهيئه، سواء هيئه تحكيم او هيئه قضاء عننا، هيبقى مش كويس. فانتبه حضرتك في شغلك دايما انه العقد في ضوء القانون. اكبر دليل على ده حضرتك تقدر تعرفه ان عقد الفيدك نفسه بيبقى منصوص فيه على القانون واجب التطبيق. تمام. لو الفيدك ينفع لوحده ما كانش بقى في قانون واجب التطبيق. تمام. بس كان في حاجه كمان بنتكلم فيها اللي هي ترتيب مستندات العقد. انا دلوقتي عندي العقد، هل هو العقد فيه نصوص داخل العقد ما لم تكن مخالفه للقانون، هل انا اتبعها ولا لا؟ لان انا العقد بيني وبين الملك وده الشريعه،
اللي انا همشي عليها ما لم يكن فيها حاجه تخالف او من تخالف النظام العام، مظبوط، او القواعد الامر. فبالنسبه لي انا، ان انا العقد بتاعي سواء اتفقت مع المقاول او سواء كنت انا ممثل الملك، اللي انا بتفق عليه واللي انا بمضي عليه العقد هو ده اللي ملزم بينه وبينه. ثانيا، في حاله الاختلاف بتاعنا برجع للحاجات اللي مكمله بالنسبه لي، سواء كانت في القانون، سواء كان قانون بقى مصري او كان قانون الدوله اللي انا قانون او فيها. ايه يا باشمهندس؟ نعم يا فندم. قانون او ايه؟ قلت العقد، لو العقد ما فيهوش هنرجع للقانون، لو القانون ما فيهوش هنرجع لايه؟ المفروض العرف زي ما حضرتك اتكلمت فيها. تمام، انا بيبقى عندي عرف هندسي. تمام، العرف اللي حضرتك اتكلمت فيه المره اللي فاتت. تمام، برجع تاني، المده المطلوبه لتقديم المطالبه، هل انا داخل ده بيبقى محدد في العقد ان انا في خلال 14 يوم، خلال 28 يوم لو انا بعت، هل فيه رد ولا لا؟ يعني انا كمان المفروض لازم يكون عندي اكنولج ان انا وصلت المطالبه بتاعتي سواء كان للمكان او للشخص. تالت حاجه، المراسلات والترتيب والاشخاص. انا دلوقتي ببعت زي ما الاخت الفاضله تفضلت وقالت انا في عندي مستويات لتقديم المطالبه للاشخاص، هل انا هبعتها لرب المالك، هل هبعتها حسب اللي موجود عندي في العقد؟ انا في حاله المراسلات هراسل مين او هبعت لمين او مين اللي هيرد عليا او مين اللي هيعمل الحاجه؟ في قاعده قانونيه ذات صله هنا يا باشمهندس، سامحني لمقاطعتك، في بنشوفها في قانون المرافعات اللي هو قانون الاجراءات، اجراءات التقاضي، بتقول لك ان الاجراء اللي اتعمل بطريقه مختلفه للقانون ولكن تحقق الهدف منه، هل كده الاجراء ده غير صحيح ولا يترتب عليه شيء؟ لا، في القانون بنقول ان الاجراء الذي نفذ بطريقه خاطئه ولكن تحققت الغايه منه يبقى صحيحا، ونعتبر انه كانه نفذ صحيحا على الرغم انه نفذ بشكل خطا، لانه الفكره من الاجراء مش الاجراء نفسه، الاجراء مساله شكليه، الفكره من الاجراء هو تحقق الغايه بتاعته. تمام، فاذا تحققت الغايه ما بقاش في محل ان انا اتكلم الاجراء كان صح ولا غلط. هنا عشان كده مهم جدا كنا نعرف لما اتبعتت النوتيس اوف ديلي للبروكيورمنت او لقسم المناقصات ولكنها ما راحتش للممثل رب العمل، هل علم رب العمل بيها ولا لا؟ هل علم الشخص المسؤول بيها ولا لا؟ انا لما بتجي لي ورقه على مكتبي مش بتاعتي، بتاعت قضيه ما تخصنيش، بشوف في القضيه دي عند انهي زميل واقول له خد جالنا الجواب ده النهارده. تمام، انا دلوقتي كنت لسه هكلم حضرتك برضه، هل احنا دلوقتي زي ما الباشمهندس احمد تقريبا تفضل مشكورا وقال انا النهارده بقى لي 4 سنين شغال، لا انا فين النوتس اوف ديلي التاثير بتاعها على البرنامج الزمني، على السي بي ام، على الكريتيكال باث ميثود، انا تاثيره ايه؟ تاثير التاخير ده هل هو فعلا كان ليه تاثير ملموس على البرنامج الزمني وعلى الكوست بتاعت المشروع، ولا انا جيت في الاخر وخلاص جبت الورقه وقلت والله ده انا كنت باعت لحضرتك جواب وانت ما رديتش عليا فيه؟ ما يمكن اصلا الجواب ما يعني عدم الرد على الجواب او عدم مناقشته في المانثلي ريبورت او في الـ او في الفيزس او المايلستون بتاعه المشروع نفسه ما اثرش، ما كانش ليه تاثير. ايوه، وده يجيبنا لنقطه مهمه جدا يا باشمهندس، التاخير هنا في نوتس اوف ديلي، فلنفترض انه حصل تاخير، هل كل تاخير يترتب عليه ضرر؟ يتاخر عليه كل تأخير يحدث في تنفيذ الأعمال يترتب عليه ضرر؟ لا بالضبط، لأن التأخير اللي هيترتب عليه ضرر هو اللي هيتعرض لمدة المشروع أو الكوست بتاعه، هو ده اللي هيبقى فيه ضرر جامد. تمام، ده في وجهة نظر أنا، في وجهة نظر أنا مع احترامي يعني للخبراء الزمايلنا اللي موجودين مع حضرتك والحضرتك، أنا التأخير عندي اللي هيسبب مشكلة هو اللي هيتعرض للسي بي ام أو للكوست بتاعة المشروع، غير كده مش هيبقى ملحوظ، مش هيبقى. كان في واقعة حصلت في الكورونا، في فترة الكورونا مقاول كان بيبني فندق، والفندق ده كان آخر دور فيه مطعم، واتأخروا لأنه اتمنعت الأعمال في البلد اللي هم كان فيها عدة أشهر، وبعدين بقى فيه تباعد اجتماعي في البلد اللي هم فيها، فالمشروع اتأخر أكتر وأكتر، وبعدين رب العمل قال المقاول اتأخر وأنا عايز أطبق عليه غرامات التأخير. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ تمام، هل هو الجزء الاخير ده يمكن الاستفاده منه واثر على البرنامج الزمني وعلى القصه بتاعته المشروع، يبقى لازم اخد بيه. شوف حضرتك، الكورونا في حد ذاتها منعت فتح المطاعم. تمام، فالمطعم اللي اتاخر تنفيذه، بالعكس ده انا وفرت عليك يا رب العمل بتاخيري تكلفه افتتاح مشروع مش هتعرف تستعمله.
فهنا في تأخير، وتأخير عدة أشهر مش مدة قصيرة، ولكن لم يترتب عليه ضرر فعلي. فالخطأ أو التأخير، خلينا نقول الخطأ إن هو التأخير نوع من أنواع الخطأ في تنفيذ العقد، في تنفيذ الالتزامات العقدية، لم يترتب عليه ضرر، وبالتالي المطالبة هنا ملهاش قيمة. بتطالبني بإيه؟ فين الضرر؟ فمش كل خطأ هاخد مقابله فلوس أو هاخد مقابله تعويض، لازم الخطأ يترتب عليه ضرر، وأثبت العلاقة بين الخطأ والضرر عشان أقول إنه أنا مستحق للتعويض. طيب معلش بس هاخد رأي حضرتك دقيقة. هل دلوقتي حضرتك بتقول إن هيترتب عليه ضرر، وحضرتك ضربت مثل بالمطعم اللي هو إن إحنا بنوفر عليه الفلوس وبنوفر عليه الوقت، طب هل ده هيبقى جزء مكمل بعد كده أنا هعمله وهيكلفني وقت؟ ما هو ممكن الجزء ده بالنسبة للمقاول، أنا هسلمك الجزء وهعمل هاندنج أوفر للمشروع، هل هتقدر تستلمه بدون المطعم؟ هو ده السؤال؟ السؤال كان انه ايوه، هو استلم المشروع والمطعم اتاخر وقدر يشغل المطعم قبل ما يسمح بارتياد المطاعم مره اخرى. تمام. يعني وكانت النقطه دعوه المقاول هنا بيقول انا ما سببتلكش ضرر بالتاخير، بالعكس انا وفرت لك كوست. هو معلش، هو المقاول اللي بيطالب يعني بكوست زياده ولا بيطالب ايه؟ لا، رب العمل بيطالب بالليكويديتي دامجز لان في حصل تاخير في الهاندنج اوفر، والمقاول عايز يتجنب الليكويديتي دامجز، فبيقول مفيش ضرر. انا شايف ان المقاول اصلا المفروض كان خلص شغله في مده العقد بتاعه، هو تاخر بسبب الكورونا. طيب ديت هنعتبرها من قوه القهره، لان ديت هي هنتكلم عن قوى القاهرة وهنبين الفرق معاها فيها بينها وبين الحوادث الاستثنائية العامة في كلامنا إن شاء الله أثناء المحاضرات القادمة. فلو حضرتك حاضر معنا نتمنى أنك تشاركنا ساعتها بالتعليق على هذه المسألة. شكرا يا باشمهندس سمير، أهلا وسهلا بك. مهندس محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته، أهلا بك يا فندم. جزاكم الله خير على المعلومات الثمينة القيمة التي تقدمونها. طبعا أنا استفدت كثيرا من محاضراتكم، مشكورين. وأنا مشارك في من حوالي عام تشرفت بالمشاركة معكم بعدد من البرامج. المهم أنه بالنسبة لهذه الحالة أنا في يعني بتاريخ العمل طبعا أكثر من 30 عاما في العمل، مرت حالة مماثلة، وهي يعني أنا فقط طريقة التفكير أني أطبق نفس الحالة اللي كانت مرت معي، أنه إذا كانت المعلومات تؤثر على بدء العمل نفسه، تؤثر على إمكانية بدء العمل في التاريخ المحدد في العقد، ممكن يعني بعد ما توقيع العقد وفي تاريخ لبدء الأعمال في بيانات معينة كان في مطلوب جيت باس، سيكوريتي جيت باس ما كانت وصلت في وقتها، ولا كان يمكن دخول الموقع واستلامه، لذلك أرسلنا خطاب نوتيس اوف ديلي إنه نحن راح نتأخر. فلذلك تقييم الموضوع هون إذا فعلا تم تأخير بدء الأعمال بسبب غياب هذه المعلومات فهذه بتكون أخذت بعين الاعتبار من البدء، وإلا مسألة الشكل يمكن المحامين أقدر فيها ونحن نبدأ نفكر فيها. والمفروض قسم العطاءات اللي يوصلوا خطاب معين يرجع يعيد توجيهه للجهة المختصة أو يرجعه لمصدره، وإلا يعني هذه النقطة فقط. تعليق حضرتك كله في محله، فهمتي واضحة واضحة وكلها في محلها. وأستاذنا حضرتك منين وبتكلمنا منين؟ أنا سوري، أعمل في الرياض من 22 سنة، أتكلم الآن من الرياض من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك ومرحبا معنا مهندس محمود. شكرا جزيلا على المشاركة القيمة وكل النقاط التي ذكرتها في محلها. شكرا يا دكتور. أنا بس بفكر حضرتك أنه قدمنا ربع ساعة لو حضرتك حابة. يعني احنا هناخد المهندس مراد وبعدين المهندسة ريم صاحبة السؤال. انا مش شايفة المهندس مهندس مراد اتفضل. حضرتك شايف الاسم؟ انا مش شايفة، معلش. مراد الطراونة. ايوه ممكن تعمل له انميوت. عملت له أميوت. مهندس مراد تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. في نقطة بالإضافة لما ذكروه الزملاء، هسه في العقود بخصوص البرامج الزمنية في جزئين، في عقود بكون من ضمنها البرنامج الزمني، وغالبا هاي بتكون موضوعة في العقود الإدارية، فهي الحالة ممكن المقاول يعني ينظر في طلب المقاول، وإذا أثبت عن طريق تحليل زمني يعني وأثبت حجيته إله ممكن يطالب إله. بس إذا ما كان مقدم برنامج زمني من الأساس، هو كيف بعدين بيقدر يطالب أصلاً في بالمطالبة عن طريق ديلي أناليسس؟ هي هل المشكلة في الديلي أناليسس باشمهندس مراد، ولا المشكلة في إن هو مقدم لجهة غلط؟ هاي بالإضافة إنه مقدم لجهة غلط يعني. يعني أنت لو مهندس المالك ما ترفض تنظر في هذا الكليم؟ حسب إذا من ضمن العقود، فينا في العقود البرنامج الزمني، ممكن يكون في العقد نفسه جزء منه البرنامج الزمني، بهذا بكون ملزم للمالك وللمقاول البرنامج الزمني. إذا كان بتقدم من المقاول زي الفدك مثلا، بعد مرور مثلا 28 يوم أو 21 يوم من أمره مباشرة، هذا يسمى بوست دوكيومنت، اللي هاي بنعمل عليها الديلي أناليسس. تمام. والبوست دوكيومنت دي ما بتبقاش ملزمه غير في تاريخ تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. لا هي كمد يعني كمد ومايلستونز. مايلستونز. تمام. اخد من كلام حضرتك واقول انه الجدول الزمني على الرغم من اهميته، وان المهندسين بيعولوا عليه جدا في مساله الديلي اناليسز والمطالبات، ولكن الجدول الزمني الزامه في المده زي ما المهندس مراد قال، والزامه في تاريخ الانتهاء وتاريخ البدء، ولو في مايلستونز عقديه. كان عندنا عميل امبارح جايب عقد مكتوب فيه ان كل تواريخ الجدول الزمني ملزمه، وكان المهندسين نفسهم بيضحكوا بيقولوا احنا مش عارفين احنا كتبنا الكلام ازاي، لان ده مستحيل ان انا كل تاريخ مكتوب في الجدول الزمني التزم بيه عقديا، في التزام بالتنفيذ، اقدم يوم واخر يوم او التزم بالضبط، وفي التزام عقدي بمعنى انه يترتب على مخالفته ان انا ابقى خالفت التزاماتي العقديه وقد يترتب عليها ضرر وحق في التعويض. فالمهندس اللي بيفكر في مستندات التعاقد، هل هي مستند تعاقد او بوست دوكيومنت زي ما بيقول المهندس مراد، فبالتالي هي ليست ملزمه الا في مدتها، ده تمييز جوهري جدا جدا، ان انا اميز بين انه الجدول الزمني مستند عقدي ولازم التزم بكل تاريخ فيه، ولا هي المده وتاريخ التسليم او تاريخ الانتهاء. شكرا جزيلا لحضرتك. حضرتك بتكلمنا منين؟ من الاردن. من الاردن، حي الله، اهلا بيك سيدي. الله يحييك. اهلا مهندس مصطفى، وبعدين مهندسة ريم. معلش السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور معلش، أنا سؤالي بخصوص النقطة دي في نوعية المعلومات اللي هي لم يعني غير مكتملة. دلوقتي الجزئية بتاعت يعني أنا دلوقتي لو عندي معلومات ناقصة قبل الأمر المباشر أساساً بتاعت المشروع، طب هو أنا المقاول هو ليه طالما شايف إن فيه معلومات ناقصة، ليه الكلام ده ما تمش مناقشته في الـ pre-tender meetings؟ يعني ممكن يكون نوعية المعلومات مثلاً إن أنا في أوقفك نقطة وأقول لك مين قال لك إن كان في pre-tender meetings. معرفش دي المعلومة ناقصة بالنسبة لي، مش هقدر أقولها. لا أنا بسألك لسبب تاني. كتير جدا المهندسين بيبقوا متعودين على طريقة عمل معينة، ويبتدي يفترض افتراضات ويبني عليها نتائج، ويصل إلى ده مستحق وده غير مستحق على فرض لم يتحقق من وقوعه. انا ما اعرفش كان في pre-tender meeting وكان في معلومات تبادل معلومات واسئله من المقاول ولا لا، وترد عليها ولا لا، انا ما عنديش فكره، ولكن افتراضك ان في pre-tender meeting محتاج ان انت تتحقق منه قبل ما تبني عليه نتائج. بس كمل، هنعتمد الافتراض بتاعك. اتفضل. تمام. فانا الافتراض ان هو في pre-tender meetings، فانا انت ليه ما ناقشتش او ليه ما قلتش ان المعلومات دي ناقصه طالما انت لسه اساسا احنا ما وصلناش لها مباشره؟ فلو انا افترض مثلا المعلومات الناقصه دي ان هي مثلا ممكن تكون دروينجز معينه، ممكن يكون في كونتراديكشنز ما بين الكونتراكت دروينجز مع السبيكس مثلا،
في حاجه زي كده انا المفروض كمقاول ابلغ بيها اثناء البري تندر ميتينجز. تمام. طب ولو بلغت بيها وما ردش عليا رب العمل يبقى ملزم، ملزم على الاقل ان هو يناقش المطالبه. انا بقولش ان هو يقبلها، تمام، بس على الاقل يناقش المطالبه. يعني انا حتى يعني موضوع النوتس اوف ديلي انا حقي لما يسقط في ان انا اطالب بيها، او على الاقل حقي في ان هو يناقش المطالبه دي، يرفضها او يقبلها، دي حاجه تانية. يعني حاجه بتاعك بتاع البري تندر ميتينجز، خلينا نتصور السيناريو بتاع ان كانت في فعلا بري تندر ميتينجز، اطلبت معلومات، كان في 10 اسئله من المقاولين، رب العمل رد على 9 ونسي يرد على ده، تمام، رسه، وجينا للمفاوضات بري كونتراكت نيجوشيشنز، وحصل مفاوضات وكلام واسئله، والطرفين اغفلوا ان هم يسالوا السؤال ويردوا عليه، اتمضى العقد، لقى المقاول نفسه عنده معلومات ناقصه. تمام. ساعتها انا لازم، انا اوريدي عملت، خدت الاجراء اللي هو بتاع النوتس اوف ديلي، وانا يعني لا بغض النظر ان هو اتبعت غلط للشخص الغلط، بس ممكن يكون في الاخر هو وصل لرب العمل، تمام، فحته ان هو وصل للمعلومه دي تحققت. ممكن يكون الاجراء اتعمل غلط، بس في الاخر انا وصلت لك، انت وصلت المعلومه. بس بعد كده لازم في المقاول خلال بقى فتره المشروع، مش هي في اخر المشروع، خلال فتره المشروع لازم يكون من خلال الاجتماعات والتحديث الجدول الزمني، لازم يكون ان هو باين ان في امباكت حصل عليه سواء زمني او مادي، لازم يكون الكلام ده اتناقش في خلال الفتره دي، بحيث ان انا اقدر اطالب حتى في اخر المده، ان انا اقدر اطالب، بس على الاقل خلال مده المشروع يكون في تفاعل، يكون في مراسلات رايحه جايه ما بيني وما بين المالك، بحيث ان انا في الاخر اقدر ابني عليها حاجه. بس فانا شايف في الاخر، انا شايف اجمالا يعني ان انا في سوء نيه شويه من المقاول في الموضوع يعني. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس مصطفى، كلامك جيد جدا، واتمنى ان احنا نشوفك معنا في المحاضرات الجايه، تشاركنا بمداخلات قيمه جهاديه ان شاء الله. شكرا لك. امنا 10 دقائق يا دكتور، هناخد المهندسه ريم، نديها المايك اخر واحده، اتفضلي. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مناقشه مفصله، حيرناكي اكتر من حيرتك الاصليه يا باشمهندس ريم. هو للأمانة المنظور المعتمد كان قبل طرح السؤال أنه لم يسقط مدنياً حق المقاول في المطالبة بما أبلغ عنه، ولكن تواتر الإخطار قبل موعد البدء والإخطار للجهة الخاطئة كخطأين إجرائيين في حق المشروع، وعدم عادة وموثرت وستنظر. تمام. المطالبة نظرت وستنظر، ولكن لحتى يستطيع المقاول أن يثبت وقع التأخير لهذه المعلومات على البرنامج فعلا، سيبقى أمام تحدي لإثبات كيف وضع يعني الأنشطة المتعلقة بهذه المعلومات على المسار الحرج بهذه الطريقة، وإن كان في إمكانه وضع هذه الأنشطة بطريقة أفضل على علمه بتأخير هذه، يعني التحدي الآن أنت تعلم بتأخير هذه المعلومات، فلماذا وضعتها بهذه، وكان بإمكانك أن تضعها مثلا بطريقة أخرى لعلمك بتأخير المشروع، لو كان في نيتك أنك تعالج الموقف وليس تستغله. فالمطالبة قانونياً ومدنياً لم تسقط بالنسبة له، والنظر فيها قائم، ولكن أن يخطر قبل موعد العقد وللجهة الخطأ، وأكيد تم التلميح والتصريح إلى هذه التأخيرات خلال الاجتماعات. أقطعك معلش وأسألك، إيه المشكلة في أنه هو قدم المطالبة بعد إبرام العقد وقبل حلول تاريخ البدء؟
لأنه المفروض أنه تاريخ البدء هو التاريخ الذي يستلزم أن تكون كل المعلومات كاملة عنده للبدء في إجراءات الموبيليزيشن والبروكيورمنت والأبروفلز والإن أو سيز، هو هذا السيت أب زي ما بنقول، اللي هو توضيب المشروع بطريقة بحيث أنه ننطلق من خلاله. المعلومات يجب أن تكون متوافرة معه من الكومنسمنت ديت، وقد تتأخر إلى حين احتياجها في مرحلة البروكيورمنت أو مرحلة الاكسكيوجن أو الابروفال، سوري، قبل التعارض الوحيد عندي مع الكلام اللي حضرتك بتقوليه وكله صحيح، إنه هو هنا مقدم notice of delay، يعني بينبهك إن أنا هيحصل لي تأخير بسبب هذه المعلومات الناقصة. هو مش بيطلب منك فلوس النهاردة بيقولك أنت أخرتيني وعليك 100 جنيه، لا تمام. هو بيقولك هيحصل، خد بالك يا رب العمل هيحصل لي تأخير. ففكرة موعد توافر المعلومة فكرة سليمة جدا وفي محلها، ولازم انتوا هتاخدوها في اعتباركم وانتوا بتنظروا في الكليم بتاعه، ولكن تقديم النوتس ان انا بنبهك يدخل في جزء من حسن النية، او من ان انا مش عايزك تأخرني، ويدخل فيه جزء بتاع اللبس بتاع انهم مقدمه لجهة غير الجهة المنوط بها تلقي مثل هذه الاختراق ثورية. يعني هو كان من الممكن أن يعيد إدراج أو يعمل ريمايندر على النوتس اوف ديلي في بدء المشروع لو كان هدفه أو يعني نيته أنه فعلا يستحصل على المعلومات. كلامك مظبوط جدا، وأسألك سؤال لو تجاوبيني عليه لو ينفع، هل حصل على المعلومات دي في الموعد المقرر ليه عقديا ولا تأخرت عليك؟ والله أنا لسه ببحث الموضوع أنا لسه فعلا ببحث الموضوع، بس هو في كل الأحوال رح يكون في تشالنج، إنه since you are aware of the delay of these informations why أنت ليش استغليت الديلي هذا وحطيتها على الكريتيكال باث بالطريقة هذه؟ ما أنت كان ممكن مثلا تحطها برضو على الكريتيكال باث لو هي فعلا required، بس بطريقة تانية ممكن بعد ما تستحصل معلومات أخرى. يعني ممكن الزونينج يفرق معك، الستيجينج يفرق معك، الليفلز تفرق معك. هل يعني أنت من حقك كمالك أنك تتدخلي في هذا التوزيع؟ ده سؤال. السؤال النقطة الأخرى، النقطة الأخرى إن هو فوق كل ما ذكرتي مهندسة ريم، هو بإرسالها للجهة الخطأ فوت عليكي فرصة تقليل الخسارة، الميتيجيشن، مظبوط، فهو ضيعها عليكي بإرسالها إلى الجهة الخطأ، وحجب عني أيضا هذه المعلومة في مرحلة الأبروفال على الجدول تبعه اللي كان ممكن في وقتها لو قال لي مثلا أنا هفتح الشارع الفلاني قبل أقول له لا أنت خلص الشارع الأول هذا على ما أنا أستحصل على معلومات الأذر لين أو الأذر راوت. فأنا بصراحة هذا رح يكون الدبيت معايا. نتمنى أن في المحاضرة لاحقة تقول لنا وصلتي مع المقاول لإيه، وشكرا لسؤالك اللي أثرى محاضرتنا اليوم وفتح باب مناقشة طويلة ودقيقة من السادة الزملاء، ونتمنى نراك معنا في المحاضرات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك ولجميع الحاضرين الذين شاركونا بالمداخلات والأسئلة وبالاستماع وبالإنصات إلينا، والمايك معك مهندس محمد، ونراكم يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا دكتور مريم على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا لجميع الحضور. أنا حابب أنوه على بعض التنويهات الإدارية إذا صح القول، إن المحاضرة إن شاء الله اللي جاية هتبقى يوم الحد وليس يوم الثلاث، الكورس هيبقى حد وثلاث عشان نلحق ننتهي من الكورس قبل رمضان إن شاء الله، وإن كان هيبقى صعب شوية بس نحاول. ده رقم واحد. رقم اثنين، دي هتبقى آخر محاضرة مذاعة على الهواء إن شاء الله، بقية المحاضرات هتبقى يعني خاصة بمشترك الكورس. احنا عملنا جروب واتساب لجميع المشتركين هينزل عليه جميع البيانات، وطبعا المادة العلمية والفيديوهات بتكون متاحة للحاضرين على البورتال. الحاجة التانية برضو ان احنا بنعمل حاجة لطيفة، ان اللي حضر معنا الكورس قبل كده يقدر يحضر معنا الكورس تاني، في حالة ان في حد مثلا في الراوند اللي فاتوا حاجة او عايز اعادة تأكيد او عايز يراجع بيحضر تاني for free، ما فيش اي مشكلة. most welcome طبعا لجميع يعني اخواتنا المهندسين او زملائنا المهندسين. انا للمرة الاخيرة حطيت لينك الاشتراك في الكورس وكود الخصم، في خصم 15% لجميع المهندسين، وفي خصم خاص للي حضروا معنا كورسات قبل كده يصل الى 20%. واخر معاد للاشتراك هو ان شاء الله يعني النهارده ايه الثلاث، يوم الخميس اللي جاي هيكون اخر معاد للاشتراك.
نشكر الجميع. وبالنسبة لشهادات الفيديك اللي كانت متأخرة في موديول 1 وصلت وبعتناها على الجروب برضو للي بيتابعنا. حابب أشكركم جميعا، وإلى اللقاء يوم الأحد القادم بإذن الله، وإلى اللقاء في محاضرات مجانية أخرى قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.